صوت بطل هنا. جوعان ولا خايف مني؟ لا والله خايف، ماكو جوعان، خايف اني اكل. قرب 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 ارفع شوي، قرب تعال. لا تعال، لا لا 5000 اوثق بس تعال اكبر 5. اقرب بقرب شوي، ارفع شوي يا ابن الحلال، تعال بضبط الحركة، ارفع كذا شوي. يا رب طلعني، ما طلعش تقوم بس تاكل، انت بتاكل بس. صل على النبي. طيب اللهم صل، بدا بدا او بدا اشتغل. والله انك صادق. لا خل 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 الصبح يا ولد، العيال ما يموت. انت سولفت معي ولا سولفت مع ديك؟ عادي. لا ما رضى اتغار يعني. يا اخي نفسي اشوف الديور هذا وش سحاب، ما غير ينقل كيس دام. انت تشوف اقدر اجيب له دفتر وكتاب ثاني. طب انت ليش عصبت على طول؟ انت بدي عندي توقعون شيء يعطر معي سؤال، توقعون شيء يعطر معي اليوم؟ ترى الديور مو محكور على عطورات، بس محكور دقيقه. خلي ساعه عطر، قلم، نظارة، قلم، ما له دخل. نيش الحين عرفت النيش؟ هذه اكياس النيش. نيش الان الان اليوم كنت في كاليفورنيا عام 1405. كاليفورنيا فريق دعم الروقي، فريق دعم الروقي اندبلت سبودهم من هالحاسبة الانجلاديدة. اي حاسبة هذا مو بزاعة، هذه حاسبة. والله انا عاجبني البارح ما قصر، جابوا لك ساعتين تسوى. اخ هو قلب هديه. انا اكتشفت مشكله في اول صدور الجنوبيه، لو تجي دمعة تطير تملا. سؤال، وش تعطيك رساله اني انا احتفظ لي بحاجه في في حاجات افضل منها ولا اجمل منها ولا اغلى منها؟ في غم متابعين يا انها من شخص غالي. هذا شاريه بفلوسي، شاريه هذه سالفتها. يا انها والله عشان عشان سالفه الساعه اني لازم خصم 1500 ريال. اختصر عليك رسالتي في التعامل مع الاشياء، انا رجل لا تغير بسبب شيء ما. نعم يعني انا لو تعطيني الحين رنجة فهد فاري وانت تقدر وكفو وانا استاهل، لو تعطيني الحين نطلع مع برنامج تكتب لي رنج باسمي وانا استاهل فهد فاري، يصيد 20 بيت مين دوار شيل عبد الله نزال وضيك شيء. اسمع لو تعطيني والله ما تغير لا على نفسي ولا على الناس. لا واضح عبد الله، مضبوط. فانا لبست الساعه هذه والله ان عندي ساعه ابل العادية هذه. طب صل على محمد. بس ما جبت انا عشان الساعه هذه رجيل، اخذت خصم 1500 ريال من زايد سابر. في اي ساعه؟ الساعه هذه سالفتها الخساره. الدفوس الدفوسه قال كنت. احنا نسمع، احنا كنا نسمع عند باب الاداره، تعورني. نسمع عند باب الاداره سالفه الساعه، وانه كان سعيد يوم شراها، وانه ما ادري ايش سعيد. لا سعيد انا هرجكم اذا تطلعون هناك. من في هناك الاخوان يمرون وتعرف. وانتم مش ملزومكم والله. نسمع فهد فاري، ما اقدر اقول لك لا. فخشينا يا طويل العمر، قلنا اليوم نبي نلقى مخصم، نبي نسمع سالفه عبد الله الروقي. فسمعنا السالفه كامله، السالفه طلع فيها خلل. وش الخلل؟ ان سعر الساعه اللي في يد عبد الله الروقي زهيد. زهيد ما هو شبهه بسعر. قال يا اخي هذا سعرها زهيد. قال 150 ريال. 120 لا 150 زايد صح؟ سعر الزيد 120. يبغى زايد يمشي معه في اي حساب يا اخوي. هذا زايد حر، هذا ما انت عبى كلام. طب انا بس رحت الراجع بس. الله يسعدك. هذا ولا لا زايد كريم محبوبي اذكر 120 بالله. اجل غلطان. انت كم تواها؟ 150 قلت سعر الزيد 150. انت عارف انها ايه الحديديه الاول؟ الحديد عرفتها الفضيه؟ ايوه اللي مع الناس كلهم مع الشياب. ما طلع عليها. طيب وش سر؟ شفته مع حد من ربعك في ذمك؟ اي والله خبر معصب يا عم. اي كاشيو. طيب كلنا اسقط بعد ما اسقط انا يعني اسقط معي فلوس معي ملايين اسقط اسقاطه. طيب ليش تاخذ دخل الله؟ شفت هذا اللي ما يستحق الدنيا ولا يستحق الفلوس. يبطش تكبر على الناس وبطش. انا ما تكبرت. بطش قرب بطش نبطش ونفعل ما نشاء. القوم لعتيبة عشاء ما يضر ولا لا. يا فهد فارع اقسم بالله العظيم اللي لدق وجهك. فريدي 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 انا اقول لك اسف. وش لعتيبة عشاء. اسمع فكز يلك نصرحك علينا. اوكي يلا جميع نقول اسف وكلنا. يلا واحد اثنين اسف ثلاثة يا اخوان. هذاك اليوم يضرب عيال، يضرب عيال بغى يذبح الواد. بس ما يا اسطى يضربني لانه يدري اني ادق دق. يضرب عيال بغرفه قتال حقه. ايش كلهم اقدر عاديتهم ما فكرت فيهم. استغفر الله. لا لا لا. حول ولا قوه. انت قايلها؟ انت قايلها؟ شراء فارع رجال. شراء سهل. قطع انت قرب قرب. فارع رجال من راس جو. ايش قلت لي بيدك هذه ما عاد باقي لي يدك؟ ودها الاعداد لك سيرها. والله ما في سليم جسمي الا الجهه اليمنى. هذا مثل الدحدر النايم ماخذ راعيها هنا. ما شاء الله على زيد يقوم من النوم يهرول. هذا عبد الله منيب.
اليوم فينا نشاط. كل حاشي خرناك تعبان صلاح حر. ويلي ولا رقبتي يا رجل. انا محمد عبيان بلاني بلوى الله اعلم. والله ما يبتلين كسر تقويمي وسنوني ذبحتني ما قدرت اتحرك. اذا انكسر والله اسالك بالله تجاوبني بكل صراحه. شوف اعوذك انت سويت على تقدم ولا ايش يصير هنا؟ انت قد حركتي قد حركتي. طيب ما هو بالطبيعي كذا. طيب انا اسالك خطا ولا حلو؟ اسمع احب الشو ابغاه عندي والله ما يمشي. اسمع هي خطا يعني تفاجات ما ادري انا ما شفت الاولى. هذا سال كذا كذا تقاو تقاو ما استلمت منها كذا كذا جا القهوه احمد قل كذا اعطوها فهد فاري شيخ واحد زايد قل كذا خليني اصب لكم قهوه. انتم كلكم سنونكم خربانه قل كذا. وانت ليه خربانه قل كذا؟ تقدم طبيعي كيف سنونك خربانه؟ شوف شوف زايد شوف كويسه ولا متقدمه؟ قلت كذا خربانه كيف؟ حشم حشم ابو نزار كيف سنونه تعبانه؟ لا صدق يا اخي يا زايد سب زايد انت كلك انت واحمد عوض الطبقه كذا هذا بيحقوق قبايل. ليه؟ لوم لوم صبيت لي قهوه مره فنجان عندي صف فنجان وعطاني قبل شوي بس شفته هو والله ضروس على بعض مرمرون عاد مدت لي فنجان ازاز ما جاب وصل ولا توصل اصبر تذكر يعني ما فيها شيء شفته لا لا سكر الضروس شوف ابو سعد انا اول شيء اعتذر للكوب الثاني حلو فنجان هذا انا اعتذر له لانه يعني ما له فائده في بيجي هذا تكفى بس كل الديك فحاول انك يعني ما تكفى كل الديك خذ بخاطر شوي عشان ما اجي بخاطره انه يعني حدثني احد الاخوه سنه من السنين يوم كنت في كاليفورنيا 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 هو ما راح كاليفورنيا راح كندا. وش المدينه اللي كنت فيها؟ نعم خلدوا له شو اسم المدينه اللي كنت فيها؟ شو المدينه؟ فانكوفر ورد كلت فانكوفر طبعا ما معه من اللغه الحين ولا حرف يسبيك انجلش عبد الله الروقي خلاص العب مع عيالي انا الغاز مع هذا الحين لا ياخذ الجائزه الغاز مطبخ حنا اسمع يسبيك انجلش عبد الله الروقي من اول يسبيك انجلش من اول ناو توداي سنتي ناو سنتنا بزنس ليتل اور مور ايش مجد ليتل اور مور ها صدق والله يعني قليل اللغة من أول من أحد إنجازاتي بعد يا عثمان بإذن الله تعالى ادخل في تطبيق ادخله والله بطل التطبيقات هذه ما تنحل حلها فكرت البي ما يطلع عليها يعني كامبل والله ترى فهد كان بالتيك توك افتح الثاني تخويني فهد بعد برنامج كمل اول شيء بنروح مصر انا ومسلط انت مسلط زايد انا جيت مقامات بمصر بعدين جبت مسكوتك بعدين جيت اسمع احنا خلصنا بطلع نياك ندرس لا والله انا شايف شكله ما بزيك خلص خلص من العيال وانا والله بيضا خاونا مصر عند الله عز وجل بروح ادرس معاكم اي والله عندي شغل راح ادرس في فانكوفر انا كنت داخل عند في كاليفورنيا نشري عطرات نيش هناك ما قلتها لك مني بمسامح دي عطر الليل عطر الليل ب 5000 انا الليل الليل بالليل امشي شارع عني انا وانت طيب ترى يا ترى الليل الليل عشان ايه زي اللهب ماشي الموضوع الخبار هذا شوف كذاب والله انك كذاب انا كذاب بس روح اول مره اشوف ذبانه تمشي والله ما حد يجي اول مره اشوف ورق عنب يمشي خلاص خلاص انا استسلم والله انت قوي انت قوي انا استسلم خلاص استسلم طيب حول قوه ذلم شوف نظارته مع ماخذ حتى شوف نظارته مع الجم نظارته مع الجم شوف شوف حقت فيصل شوف شوف نظارته مع الجم مسوي له ضفاير سبحان الله جاء جالس بالزاويه سبحان الله سبحان الله تقول سام شوف شوف الدبان شوف شوف والله حدك دش جدل قبل شيء خلصت المنحة باقي معي معي ومعك علم بعد معلم ايش اللي جاي ايش اللي قبل شوي دبله زدها 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 خلصت يا ويلك من ربي خلصت المنحة لازم نكسر خواطر بسيط باقي مليان جاتك الدنيا اتروش بعد فارع الرجال اخطا علي مو صوت ولد مثل واخذ حقي على طول ولا اتاخر شوي بعد فارع انا اختي انا بعلم عم مصطفى اللي بيخلصه مصطفى يا عيال محمد عبيان يا عيال محمد عبيان فيه طبع حق ثالث باء انا اختي حق ثالث باء تضربه كذا على طول يردها ها احمد امانه بارده يا ولد نزلت شك فيني يا عيال والله العظيم اننا فاقدين سيف
في ذمتي. اه يا ابو فهد، ما له طعم مع العصريه بدون سيف، ما له طعم. سيف ولد فهد ولد منيله. يا الحمد لله ابو خير وسحاب، الحمد لله على نعمه الخفاء. شلونك ابو وين الامك؟ والله هي اليمين عليه واليسار. يا اخي المفروض انه محط لي مسبح هنا بالمنتج. والله انك صادق. يوه مدي فهد فارح مخليه بيمشي لشهرين وربع. تسبع علينا ولا تسبع، لا تسبحنا والاداره ما حلتهم. والله يا اخي اذكر كاريزما، كاريزما كان عندهم مسبح صح؟ منو؟ كاريزما. لا ما كان كاريزما، كانوا بالصيف. طيب وين الله يهديك مخليه بيبسي تلقاه حاط بيبسي وبيض وشط وماي. انا اذكر دخولية احد من كاريزما كانت بس ما ادعس. الله العظيم اني شايف ما شاء الله، ما شاء الله. فيصل لدينا فيصل اليوم، فيصل فيصل ولد مدعي حسنا. كيف خليت الله اني شايف يعرف كيف يجيب راسي كلهم وحيد وكيف نزحتي عن ربعي وعن هلي. روح شيخ النوة السلطان عبد الحميد أوضعك صولة جان الحكم الفيصلي. كيف خليتني عقب الجماعة وحيد وكيف يا خدك محمد يا حبيبي دار القلب بعدك جرح وجرح جرح ما شفت بعد الجريح والمحبة جذب وجاد رجت الأمر ولي بقوم بطل تقلبي ترى القلب بعدك سرح وجرح جرح ما شفت مثل الجريح والمحبة جر الشجر ولا وحجر رجت. كنت بتشوف شنو الواحد ودلو شوف والله حلطمة سبحان الله هاي ملا سهل الله يوفقك. شان ترى شان ترى شتر الله راس العدو صبيني ما كدر سويتها والمقدار جاوب حق تفيصل كلام مسو كراسيكم يا مشيدين. والله الدخل طول فارس السيد مثل بيجي اول فارس السيد خلاص انا تعبت يا رجل اخذ لي القصيده اسبوعين ثلاثه والمنشد يجي القطه يا مشمش لا ايه طبت اللي طيبها من طيبها لها طبت اللي طيبها طبعا طبعا هلا لا لا ما طبعا طبت اللي طيبها من طيبها لها طبعا غدا عليك غدا عليك انطح بصرك انطح بصرك غدا عليك ايه شاش يرفع التعب والله دمام خلاص شوي خلاص لا تهيضني لا تهيضني لو سمحت غدا حلو يلا يا عيال غدا غدا جاي صدق الله ما تردد احمد ربك والله الحمد لله بس صحن واحد يجربني مجطة مجطة هذا قلال فبشاري شطة والله عندكم كتمة هنا شطة سمي شطة خطرك مطلاج تبشي ثاني بعد لا حد بويا ترى بويا عيال 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 رجيب سووا رجيب الله يرضى عليكم تعب شعب شعب تركوا سمنتكم ايه صحن واحد بس كل مشخور مبروك كل ما زادت الايدي زادت البركة يا رجال روح جيب صحن ثاني كل ما زادت اليدي نقصت العيشة لا والله جد ترى هذا هذه من السنه وترى انه مسام قال الله يجزاك خير خلاص سلام لا تاكل انا ترى ما بيتغدى يعني من الخير يعني مش عارف مش عارف والله والله العظيم ما راح ما تاكل ما راح ابي شطه يا ابو لا لا اكل الله يطعم غصبني يا غبي لا غصبني الله يغدى تاكل تاكل صبري بلاش تويك والله تاكل بعوض غصبني وانت اسمع يا صاحبي شوف انت غاصب نفسك ما راح اكل لو مشاري ما اكل امسك لا تاكل لا راح اكل لا تاكل طيب ما راح اكل مش اجعوه ولا عشان ولا اجعوه فايز يقطلك خله خله انا غصبتوني يرجع راك سمعك يرجع لو ابدال الناقه تروح اليوم حرام وسهل وين دير ما وين زاد الشهري خلاص يجي بكل حب خلاص تحضرها عرفت رجع من الارض عليك اول جت مقدم الحين تدري وش هو انا هاج جت فيه معلش والله كنت احضرها من تحضر مقدم ولا مالك وش منه ذاك يوم حنا مقدم انا مالك وي وي جاد لنا صل ورحه كبيره على قال مالك ويعكوا سيف يضحكوا لسانها وذبلها من النادي بس طق هون انت قال طق الباب اكيد طق الباب فين قلت هاي والله تطق مني انت صار ناقز ناقز مرنج شاري جيب شطه ما هذا اللي طلعوا هو ابو شاي الله
ايوه فتاخذ الناقله ترفسكم. ايوه ترفسكم. ها الناقله ما ترفس. ترفس ولا ما ترفس؟ 23,000 50 سالفه جميع بعض. حلو يا جماعه. لا حلوك حلوه بس تسمع ولا لا؟ يا حلوك غصب عنك خشم. تسمع ولا ما تسمع؟ والله ما في غدا. هذا اسمه المدح. دلع دلع دلع. ما دخل ما دخل ابدا ما دخل ابدا ما ولا اي علاقه. نبي نسحر يوم الخميس؟ لا لا بس عاد عم تقاتل. نصوم الخميس بكره بالليل نتسحر. والله يا خميس فقره شو اسمه؟ والله يا عيال لو صار يومين والله نرجع ما نصح لك قريب. الله يدلك تمام. الله يدلك. انا صرت على السوق. تعال هذا خطوه بنفس الحرف. لا علمك انا ما قلت زيد. شفت هذا والله على امك. روح البس هذه خلها. يلا حطوا حاجه طلعت الفروش. عبد الله الشيء الثاني اعطوني شيء. خذ خذ خذ. حرام عليك يا ابو سحاب. لا تظلم كلها كروش حطوها الليله حمله تنظيف القريه من الساس زاد وبس سوي حاله بعد نسيت كنت على مكان والله نحتاج ابو مدت ها قم زديله جات انا بغطي ضغط على زادني حلو حلو بزين واحده انت بالها روح لا توقف الصوت شوي بس لا جات الرجال دنفوس لازم يخاف من بسه وجزمه. جيب لي ماء جيب لي ماء يا فيصل عرجاني. وراك عبد الله فرنسي ساره ما تشناش شوش 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 حرام يا اخي والله شو الابسوس ولا الطيور هذه ما حد يقول لها شيء. اختر البس اللي فيصل اختر الثور اللي عنده صدق انا اقول يعني مش انت بن شداد ابو فادي اعطاه مش مشط مشاري عمر اول ابا عنا باعه. كيف يا مفلح تسمح لهم يصبون مويه عليك؟ روح كيف؟ نحترم فقرتك. ايش قال مفلح؟ ايش قال مفلح؟ ابو عماد ردها لنا. تعرفون جدكم رسمي على امه؟ اي والله ليش يفوز؟ اي والله قلت اذا فازوا ترى بنضربكم. استحي الفوضى. ايه فازوا كل شيء ولا بس في ذا؟ فازوا كل شيء، احنا فزنا بكل شيء. احنا فزنا بالطيبه. بالصوت. احنا فزنا بالجمهور. فزنا ب 200 ولا 100؟ بالجمهور. رسينا مفلح. لا لا مو مفلح لا تكفي خالد عثمان عثمان المشاهد سلامك انت ترى والله ما قوم صلاه المغرب انا ضبطوا معي عشان اقوم في الصلاه عرفت من اللي قدام كيف رايك سبب لي مشاكل ترى ما دعوة انت بكره انا وياك مطبخ لا انا وانت مع بعض بعد بارع ومسفر لا والله انا وانت الله يوفقك برضه انا بكره مطبخ الله يعينك يا عبد الله بالعكس بكره والله يفوز باذن اللي ما تنام عندنا والله ما تنام يا احمد عوض معك والله لا فوز طب خلص من اليوم كان فز ها والله خصمي وش تطلع خساره دجاج مقلقل طب جيت معي ورز مسلوق بس رز مسلوق من طبخه فهد بارع هم على علاقه كاتو 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 تخوف ايش تحيا ايش تعجبكم والله العظيم كاتو صارت تمون ذي هنا مرهم 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 جميلة وشوف ترى اني مرهم ولا اني بلا ولا اني مل هذا الربع كذا عشان عشان ايش سادة سادة احمد صدرك ما انا الخمس خمس سادة انا قد اربع ما انا الحبيب اي ابو جيب لي ما احنا سالتكم احنا نمسك هذا ندكيها بشي سالت ابو الحمد لله احمد الشاكرين رحمك الله ابو احنا بنضدنا بكره فهد فارع مسفر احمد يفوز يا تدري بنا عبد الله انك ثقه سحاب للحين تخيل كمنو هم 75 يوم الحمد لله الحمد لله كثير 75 يوم ما فزت الا مره واحده ثلاثه طرد ولا يوم جيت انا وياك مع بعض الا والله ولا مره مع بعض الا مع بعض والله ولا يوم بكره اجل خلاص بكره سننال شرف حتى تخيل لو خسر شوف لو خسرنا بكره بعرف ان البلا مني اقسم بالله لا 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 اعتذر ما طبخت انا معي مسفر ما غير بقوم للصلاه وبجيب له طاسه عشان يتوضا بالعكس جو حلو اذا تغدى انا بجيب له طاسه عشان يغسل ايده ما يقدر يقوم الف مبروك الفوز الله يبارك فيك ثقه اليوم فهد بارع اعوذ بالله حوسه ما سوى شيء بارع مسفر طبخ رز بس ما اقول امه فيهم يطبخ ما طبخ ها سوى له طاب جرب بس واحد سوى له طاب بدون ابخ جرب هذا عن عنتره يلا يلا ايش درى البس اني فيصل يلا يا اخي شوف البسه ما جزينها ما شاء الله سنويك لا
ترمون على الفرشة. هاي رايتكم هذا كلني خرجها هذه عدريف هذه وقف وش اسمه؟ مو بكل شيء هذا الهيف والله عدريف الناس كلها تحبه. احنا نحبه بس حلو ابو هيف ابو هيف الله يجرب نحب الاجر بعد وانا احب كان خلصه لا خلاص يلا رفر يلا يا بسه الله يحيي بسه والله بسه يلا 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 فرقينا كل احمد عوف قاعد بدون غدا يا يا لا ما طلب البس وتقصدك احد لقد اصبت بالحازوقه عارفني ايه تلبى عافيه بقى عافيه جاوب هو يلا يلا اي لا بتحضر لنا خذ دائما يا له غيرت ضربها رجع عدنا مدري تزز الحمد لله الحلال حقهم الذي اطعمنا من غير حول منه ولا اخر كرشه تلم السفره مسكين محمد مسكين ما بس النظام ده ما يمشي عندي شباب يا رجال يا رجال عساك سالم عساك مشي على غيري يا خكفوا يا محمد يا بسه فارق لي بدولي احبك يا بسه اموت فيك يا بسه شوف عبد الله شوف طلع يا بسه انا احبك يا بسه انت حلوه يا بسه كل ما حد جايك يلا